يسعد أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بقناة بيوميكانيك كلوب على اليوتيوب. اليوم راح نتابع الجزء الثاني من المصطلحات اللغة الإنجليزية التي تخص التقويم. اليوم راح نحكي عن الأجهزة، يعني راح نحكي عن الماتريالز اللي بدنا نستخدمها نحن من شان إجراء مختلف العلاجات. إن شاء الله الجلسة الجاية راح تكون عن مصطلحات الخاصة بالبيوميكانيك. اليوم راح نبدأ بشيء اسمه جهاز ثابت. الجهاز في عنا نحن بالتقويم مجموعة أجهزة إما ثابتة أو متحركة أو وظيفية أو كذا. فنحن في عنا شيء اسمه جهاز ثابت. الجهاز الثابت من المصطلح الإنجليزي fixed، عفوا مصطلح الإنجليزي fixed أبليانس، هذا نحن بنسميه الجهاز الثابت. شو هو الجهاز الثابت؟ اللي بيكون فيه براكتات وبيكون فيه اطواق بانز يعني اي شيء ثابت ما في المريض يشيله او يتلاعب فيه من ناحيه انه يشيله من تمه او يرجعه وكذا. فهون بنسميه نحن فيكست او ثابت. فالفيكست أبليانس هو الجهاز الثابت. الجهاز المتحرك نحن بنسميه ريموفبل أبليانس، هذا هو الجهاز المتحرك، يعني مثل الأجهزة المتحركة المستخدم للتوسيع مثلا عند الأطفال مثلا، أو جهاز تثبيت الحالة بعد انتهاء المعالجة التقويمية، فهذا نحن بنسميه ريموفبل أبليانس. في عندنا الأجهزة المستخدمة بالعلاجات الوظيفية ككل، نحن ما رح نحدد الجهاز مثلا إن كان متحرك وإن كان ثابت، لأنه بالأجهزة الوظيفية كمان في شيء اسمه ثابت ومتحرك، لكن بشكل عام الجهاز الوظيفي نحن بنسميه فانكشنال أبليانس. قد نحن بنسميه الجهاز الوظيفي، مثل أجهزة فرينكل، مثل أجهزة توين بلوك، مثل أجهزة الأجهزة الوظيفية مثل الهيد جير مثلا، مثل التشينكاب، هذا نحن بنسميه فانكشنال أبليانس. إذا عندي أنا بالأجهزة التقويمية عندي أنا الفيكست أبليانس، وعندي ريموفبل أبليانس، وعندي الفانكشنال أبليانس. هلا بالفيكست أبليانس في عندي أنا مجموعة مكونات، يلي هي أول تا يلي هي الحاصرات. الحاصرات التقويميه هي اللي نحن بنستخدمها، بنحطها على الاسنان، بنثبتها على الاسنان بمواد بكومبوزيت التثبيت الخاص فيها، وبنحط عليها الوايرات. فاول شيء نحن بالفيكست ابليانس نحن اسمه الحاصره. شو هي الحاصره؟ براكت. اذا كلمه براكت هي الحاصره، هي نحن ما يخص الفيكست أبليانس. إذا بنبعدهم لهدول شوي، في عندي أنا البراكت هون، بعد البراكت في عندي أنا في عندنا أسلوبين بالمولرز أو بالأرحاء. الأسلوب الأول إنه إما بنحط براكت أو سلوت خاصة بالمولر، أو الأسلوب الثاني نحن بنحط باند. فعندي أنا شو هو الباند؟ الباند هو الطوق، باند. إذا عندي أنا المولر ممكن أحط له باند، هذا اسمه باند او طوق، هو اللي بيكون شكله مثل الخاتم من ستانلس ستيل، بيكون محطوط عليه براكت، مثبت عليه براكت او بيكون مثبت عليه سلوتس. اذا في عندي انا البراكت اللي هي الحاصره اللي توضع على الاسنان، وعندي الباند اللي هي الطوق واللي بيتوضع على المولارز او الارحاء. بعد الباند هي في بيكون ضمن شيء اسمه تيوب، يعني بيكون محمل على الباند شيء اسمه تيوب. التيوب هذا بيكون مكان ما بيدخل، اما بيكون تيوب حنكي بلاتال او بيكون لينجوال. هذا التيوب هو اللي بيتدخل فيه بعض الاجهزه اللي ممكن تكون مساعده بالتقويم، بدنا نتعرف عليها بعدين. اذا في عندي انا بالفيكست أبليانس عندي انا البراكت اللي هي الحاصره، والباند هي الطوق، والتيوب بيكون محطوط على الباند او على الطوق. البراكت بتحمل يعني بتوصل مع بعضها بشيء اسمه سلاك.
فنحن في بالسلك اسمه واير. السلك بيكون اما مستقيم، سلك بيكون اما مستقيم او بيكون على شكل قوس، فنحن بنسميه بهالحاله ارتش واير. ارتش واير، الارتش واير هو الاقواس الجاهزه اللي بتكون جاهزه نشتريها من المستودع وبتوضع على البراكتات، هذه نحن بنسميه ارتش واير او قوس او قوس سلكي. وفي منا بيكون ستريت واير، بيكون قوس مستقيم بيجي على شكل مستقيم ونحن بنعمل عليه طيات وبنعمل عليه لوبات وكذا، فنحن هذا نحن بنسميه ارتش واير. في اشياء مساعده بالاجهزه التقويميه اللي هي او اللي بيربط، مبدئيا ما نحكي اللي بيربط الارتش واير مع البراكت، في عندي انا بربطه باحد الشغلتين، اما بالاستيك، اما بالاستيك اللي هو المطاط، يعني بكون انا حاطط الواير والقوس على البراكت وبحط وبربطه بالمطاط، بثبت الواير بالمطاط، فنحن بنسميه هذا الاستيك، ليجيتنج الاستيك، يعني هذا مطاط ربط. او نحن بنستخدم مطاط، بنستخدم اداه لربط الواير مع البراكت واللي هي بتسمي نحن بنسميه الليجيت. قد الليجيت واير بيكون قياساته ناعمه، بيكون اسلاك نحن بنسميه اسلاك تربيط، هو بيكون كثير بيكون معدن ستانلس ستيل لكن ناعم جدا جدا، يستخدم اما بربط البراكت او الحاصره مع الواير يلي هو السلك، او يستخدم باجراء حركات معينه مثل الليس باك او اجراءات معينه بالتقويم. هلا الاداه اللي بنستخدمها لحتى طبعا هون مثل ما حكينا الفيكست ابليانس، الريموفبل ابليانس بيكون مكون من مكونات مثل القاعده ومثل الاسلاك وكذا، وهي رح نجي نحكي عنها مستقبلا. هلا في عندنا بس الاداه اللي بستخدمها انا بطي الاسلاك، نحن بنسميها مطواط او مطواط المطوايه يعني، وهي البلاير. إذن البلاير على أنواع، آدم بلاير، أنجل بلاير، نانس بلاير. البلاير هي المطواط التي تستخدم بطي الأسلاك. هذا مبدئياً المعلومات الأساسية لأسماء الأدوات أو الماتريالز اللي نحن بنستخدمها بتحقيق الإجراءات التقويمية. مثل ما حكينا الفيكست أبليانس اللي هو التقويم الثابت مكون من براكت اللي هي الحاصرة، الباند اللي هي الطوق، الارتش واير اللي هو القوس السلكي الأسلاك يعني، الإلاستيك المطاط، الليجيت واير اللي هو أسلاك التربيط، وعندي شيء اسمه ريموفبل أبليانس اللي هو التقويم المتحرك أو الجهاز المتحرك، وعندي الفانكشنال أبليانس اللي هو اللي هو التقويم الوظيفي functional أبليانس اللي هو التقويم الوظيفي أو الجهاز الأجهزة الوظيفية. أهلا وسهلا فيكم. مبدأ هي الكلمات مبدئيا. الجزء الجاي بدنا نحكي عن المصطلحات الخاصة بالبيوميكانيك، ورح نبلش ندخل اللغات الثانية بإذن الله. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم.